على أوتوستراد زوق يلي صار له يعني أكثر من ساعة مقطوع الطريق على الاتجاهين المسلك الغربي والمسلك الشرقي، والإصرار كمان مستمر بهيدي النقطة تحديدا لتسكير الطرقات بالإطارات غير المشتعلة، وفي سيارات ركنينا المتظاهرين وسط الطريق بعرض الأوتوستراد للتأكيد أنه هيدي النقطة ما رح ترجع تفتح. حتى الأعداد عم بتزيد أكثر، عم نشوف مع الزميل بول بوعون أنه على المسلك الشرقي للأوتوستراد في تجمع كبير للناس عم بيتوافدوا، كانوا بلشوا معظمهم من التلاميذ والطلاب منطلقين صباحا، وانضم لهم مزيد من الأشخاص اللي كانوا أصلا ينزلوا كمان على الزوق، بما أنه هيدي النقطة كانت نقطة مركزية بهيدي المنطقة تحديدا، وكانوا ينزلوا الناس للتعبير عن رأيهم. حضرتك كنت من الناس اللي بتنزل إلى هيدي المنطقة؟ صحيح. وليش اليوم رجعتوا؟ عم نشوف بأكتر من منطقة إنه ناس رجعت بزخم على الشارع. يمكن جوعانين، هلأ جوعنا أكتر وبعد رح نجوع، إذا هيك رح يضلون، ما حدا بيله بيل، ما حدا فاضي يطلع فينا. بتشوفيهم على التيفي عم يضحكوا وضحكتهم وصل لدينيهم، يعني ما عم بفهم وين الروح الوطنية تبعهم، يعني ما عم بفهم كيف ممكن حدا يقدر يعامل شباب بلاده بهالطريقة. هالإنيورانس والنيجليجانس اللي موجودة عندهم مش موجودة عند حدا. ورجعتوا كمان تقطعوا الطريق من بعد ما هيدي الوسيلة شوي تخليتوا عنا بالفترة الماضية، هل هي وسيلة الضغط الوحيدة اللي بيت لكم؟ ليكي يمكن بفتكر هذا آخر شيء تركلنا إياه لحتى يمكن ممكن نقدر نتنفس فيه أو نخلونا نعمل شيء اللي هو من حقنا، هو أنه نعمل اللي عم نعمله هلأ، ما في شيء تاني مخلينا نعمل فيه، يعني ما بعرف كيف بدي افسر لك اياها بعد اكثر من هيك. يعني قهر ووجع على هذا الصعيد هالقد مفشى بكل اللبنانيه موجود عندنا كلنا، ما بعرف كيف هن بعدهم لهلا ما حدا عم بحس. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تفضل كمان حضرتك من المشاركين بالتظاهره. جاي من الشمال كرمال نوقف مع كل المعتصمين على الارض. شو الأهداف الأساسية؟ هل الحكومة هي أولويتكم أو صار يمكن كمان الوضع المعيشي الضاغط هو اللي عم تفكروا فيه؟ الوضع المعيشي الضاغط أكيد أكيد. يعطيكم ألف عافية. شكراً لإلك. إذا ليال يعني فينا نشوف أنه في استمرار لتوافد الناس اللي جايين على الأوتوستراد، والسيارات ما عم تقدر تقطع بطبيعة الحال. يعني إذا هيدي هي الصورة من أوتوستراد الزوق تحديداً. ليال شكرا رودين. سأعود مجددا إلى طرابلس والزميل يزبك وهبي. يزبك، يعني بطبيعة الحال اطلعنا معك منذ قليل على تفاصيل التحرك بمنطقة البحصاص، يمكن ما في تطورات جديدة ولكن سننقل الصورة معك من هناك. طبعا لا تطورات مستجدة ما خلى استمرار قطع الطرق هنا في الشمال، أكثر من طريق بعضها يقطع ثم يفتح بعد قليل، والبعض الآخر لا، يعني ما زال مقفلا منذ ساعات الصباح كما هو الحال هنا على مستديرة البحصاص، علما أنه يتوقع أن ينتقل مجموعة كبيرة من الناس من هنا إلى ساحة النور لإكمال اعتصامهم، حيث ستكون هناك مسيرة بعد نحو أقل من نصف ساعة، يعني عند 3:30 مسيرة دعي إليها منذ يوم أمس، والآن بدأت الاستعدادات من قبل البعض للتوجه إلى هناك. والآن يعني سنسأل بعض الناس الموجودين هنا يعني عن بقائهم في الشارع. خبرني شو كان بدك تقول أنت؟ كان عندك مشكلة؟ أول شغلة أنا اللي بدي أقول، أنا طلعت لفوق لأرفع علم لبنان، لأنه نحن بلبنان عايشين بزيل. تاني شغلة، أنا اليوم مريض، أنا معي كهربا بروسي، لو كنت ببلاد برا كنت تحكمت ببلاش، كنت جيبت أدوية ببلاش، بس ما في حدا عم يحس بالتيني. يوم قلت لي بدي أنا أروح أتحكم، بدي أقعد بوت سيدان سياسة اللي هيحكموني، عيب هالشي. لو كنت ببلاد برا كنت تحكمت ببلاش. خبرني، حكيت أنت، بدنا نحكي مع حدا غيرك. تفضل خبرني. اليوم جانا شفناكم نزلتوا عن جديد على الأرض، يعني في تطوير في تصعيد؟ ليه تصعيد؟ نحن إجمالا عم نصعد ضمن قدرتنا، بس يعني الدولة مطنشة عنا إلا هلا 90 يوم بالطريق، لا حدا ملتكش بمطالبنا،
ولا حدا معترف فينا كسوار، وساعة بيسمونا حراك وساعة بيسمونا أصحاب مطالب. نحن أصحاب مطالب وصحيح أصحاب حراك، والدولة ما علي يعني الجيش اللبناني، مع احترامنا للجيش اللبناني لأن أهلنا وأحبابنا وأصدقائنا، شفناهم ببيروت، شفناهم بالخندق الغميق، شفناهم رياض الصلح، وعم نشوفهم كمان بالدوش عم بيصير فيهم. عم نعمل قدر المستطاع بطريقة سلمية، نحن ما فينا نساعد أكثر من هيك، لأنه عندنا حدود وعندنا خطوط حمر، وعندنا خطوط حمر ما فينا نتخطاها، لأنه نحن محترمين ونحترم الجيش الدولة اللبنانية. نتمنى من الدولة اللبنانية تهتم لمطالبنا، نتمنى تطلع فينا كثورة، ما تطلع فينا كحراب أصحاب مطالب وضعفاء، والجيش اللبناني بتمنى ترقفوا فينا وتطولوا بالكم علينا شوي صغيرة، نحن أصحاب حقوق، نحن ناس محرومة فقيرة جيعانة ما معها تاكل. شكرا لكم. يعني نحن عندنا مطلب هلا أساسي صار من قائد الجيش، يعني كل الدول العربية اتكلت على جيشها وعلى قائد جيشها لحتى غيرت النظام، ونحن بنقول له أملنا فيكم كبير يا مؤسسة الجيش بأنه بقى أنتم تنزلوا على الأرض وتحوسبوا السياسيين وتسترجعوا لنا أموالنا وتعملوا لنا انتخابات مبكرة من مجلس نوابي ألف منه حكومة ورئيس جمهورية جديد، لما ناخذ حقوقنا نحن إلا فيكم. السياسيين مستقويين علينا بقوتهم بأحزابهم بزعرانهم، فنحن ما حنقول زهقنا، لا بالعكس مستمرين بثورتنا، بس ولكن بجيشنا نحن بنوصل لكل حقوقنا. طيب كيفينية هلا ترجع تروح على ساحة النور في مسيرة اليوم في تحرك؟ نعم المسيرة جاي لهون، منسقين مع المسيرة جايين لهون وحننطلق جزء كبير منا معهم، كان بدنا ماشيين معهم. هون رح تضل مقطوعة الطريق المستديرة اليوم؟ رح يعني هلا مفتوحة لحد ما ناخذ قرارات جديدة، ولكن نحن موجودين هون بهالمستديرة بشكل هلا مفتوح. معلم اول شيء السلام عليكم، اول شيء معلم بدنا شغل لعنا، شغل للعويدم هول اللي عم يسخروا الطريق. هلا هول اذا واحد شعل دولاب او شيء هو شو جاي من برا من حزب الله، هو قالنا احنا ما بدنا السيد حسن الصلاه ولا بدنا نبيه بري ولا بدنا ميشيل عون ولا عمه، كسرونا من قتل، هجموا علينا ولا حريري ولا ابدا، هجموا علينا كسرونا ما بدنا حدا اصلا. احنا بس موضوع الجنسيات، موضوع الجنسيات، نحن امنا لبنانية وخلونين هون ولهلا ما معنا جنسية لبنانية، نحن بس بدنا جنسية لبنانية، اقامة ما معنا. حتى رغم الظروف الصعبة بدك اياها؟ رغم هالظروف الصعبة؟ لو شو ما كان جنسية لبنانية بدنا اياها، لانه كل واحدة كل حدا امه لبنانية لازم يطلع له جنسية. اي رب بيع الدولة الفاسدة. ايري معه اخي قاعدين بدأ ايه تفضل انت معك انا بحكي هاي ثلاث سنين قاعد بلا شغل بس عم اتفرج على ربهم انا بس كلياتنا قاعدين هون بلا شغل الشباب كلها متعلمه في منو متعلم اذا يفوت على الشاش بدك واسطه اذا يفوت على الدرايف بدك واسطه اذا يفوت على تعمل سكيورتي تعمل بدك واسطه من الميوتي ومن الحريري ومن الصبدي من الكرومي من هالارطه كلها لا يفوت على المستشفى بدك تدفع مصاري لا وانا قاعدين يعني باخر بلد اليونان بلد احسن منا بألف مره لا بلد لبنان زباله على الاخير ما بدي هويتي ياخذوها انا الله ما بدي اياها يا زلمه ثلاث سنين قاعد بلا شغل عم اتفرج على ربهم بس ما بيصير هاي شاب قبلك عم يفتش عن هوية لبنانية انت هلا بدك اياها ما بدي اياها كلها ما عم تنفعني بس بدي اروح اطلب وظيفة بدي ميوتي يبوس ايده حتى يوظفني قاعد كرومي يبوس ايده حتى يوظفني بدي يبوس ايد الحقيقي حتى يوظفني لا وانا قاعدين شغل قاعدين كلياتنا بلا شغل يا زلمة انا لو مني قاعد بلا شغل ما بنزل لهون صار ثلاث سنين قاعد اتفرج عليهم بس مرحبا لا هذا الشعب اللي شايفه كله خير اليوم عم بينام ببيته عبقى كله رح ينزل على الارض وما عم يدفع كله فش خلق فش مصاري ما فش والله يستر من الاعظم هلا بعد في شباب رايقه لما بيكون حدا ما معه يطعمه ابنه وما بقى يطعمه اخته وامه واخيه وبيه والذي هو الله يستر شمع الشعب بيعمل هالسلطه الفايزه مثله من ساعتها وهسه البيدي اعظم البيدي هسه اعظم لقدام السلام عليكم عم نسمع بعض أبناء طرابلس عم نسمع صرخة الطرابلسيين يلي ما زالت هي مرة عن مرة عم نلاحظ أنه نسبة الفقر بطرابلس عم بتزيد وهالحراك أظهر أنه طرابلس والقرى والمناطق المجاورة لها عم بتعاني من نسبة كتير كبيرة من الفقر من التهميش لذا عم نسمع أنه البطالة هنا بنسبة أعلى من غيرها والصوت يعني بالفعل يرتفع ويرتفع أكثر وأكثر وكما أشرنا هناك تظاهرة مركزية ستنطلق الساعة 3:30 سنكون معكم لنقل هذه التظاهرة والآن نعود إليكم.
شكرا يزبك، سأعود مجددا إلى الزميلة هدى جديد للإطلاع على تفاصيل السياسية والتطورات الأخيرة. هدى، يعني يوصف الاجتماع الذي عقد بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية بأنه إيجابي، تفاصيل هذا الاجتماع معك. بالفعل الوزير جبران باسيل وبعد اجتماع دام ساعتين وثلث الساعة مع الرئيس نبيه بري غادر يعني وعلى وجهه علامات الارتياح لنتائج هذا اللقاء. لم يشأ الحديث، ولكن نذكر بأنه سوف يتحدث بعد اجتماع تكتل لبنان القوي عصر اليوم، يعني قرابة الساعة 5:30. كل ما صدر عن عين التيني في عقاب هذا الاجتماع أنه جرى فيه بحث معمق حول الأوضاع، وأجواء اللقاء كانت إيجابية. حتى أن الوزير جبران باسيل وعندما سئل عن نتائج الاجتماع رفع إشارة اللايك. بكل الأحوال الاتصالات تتركز على مسألتين: عملية تأليف الحكومي التي تواجه الكثير من العقبات، وبالموازاة أيضا تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال لتقوم بواجباتها بالحد الأدنى. ومن المتوقع مع عودة الرئيس سعد الحريري اللي عم يترأس اجتماع كتلة المستقبل بهالوقت أنه تتفعل هذه الاتصالات، ومش من المستبعد أنه يصير في لقاء بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري للاتفاق على مواجهة هذه المرحلة، سواء بموضوع عملية التأليف الحكومي أو أيضا لجهة المسؤوليات الملقاة على عاتق حكومة تصريف الأعمال، ولا سيما أن هناك جلسة لأقرار الموازنة سيتم تحديدها بالتشاور بين رئيس مجلس النواب وبطبيعة الحال هيئة مكتب المجلس وأيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. هذه كل الأجواء من عينتين يعود لكم ليال. شكرا للزميلة هدى شديد. مجددا إلى الرينج وأحمد عبد الله. أحمد، يعني ما زال الهدوء سيد الموقف عند هذه النقطة تحديدا بعد ما شهدناه من هرج ومرج يعني في فترة ما قبل الظهر؟ نعم ليال. ليال، بس خليني أقول أنه الطريق اللي كان قد أغفل بالإطارات المشتعلة وبالحاويات حاويات النفايات إلى جانب كنيسة مارمارون بوجه الصيفة فيلج تم يعني إطفاء الإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، وتم يعني بعضهم موجودين ولكن تم بس إطفاء الحريق. ما فيها بعض السيارات تمرق، بعض الطريق مقطوعة، بينما هنا على الرينج يعني الهدوء سيد الموقف. هتافات، قرع على كل ما يصدر صوت، إن كان طبل إن كان طناجر، يعني بعض الأجواء هنا هادية وما في أي احتكاك ولا أي اشتباك ولا أي مشكل يذكر. رح حاول أقرب لعند المتظاهرين وأحكي معهم. تجدر الإشارة أنه بعض جسر الرينج مقفل بالمسلكين باستثناء جزء صغير من المسلك اللي بيودي من جسر الرينج على الأشرفية الموازي لبرج الغزال. راح نجرب نحكي مع بعض الموجودين. الهتافات بعدها كمان، يعني في هتافات عم تتوجه من الرينج الى جميع المناطق، ان كانت سور ان كانت النبطيه ان كانت طرابلس ان كانت بيروت، يعني عم بيكون في تحيه لكل المناطق اللبنانيه من هون. يعطيك العافيه. خبرينا ليه رجعنا نقطع الطريق على جسر الرينج؟ نحن كطلاب في هلأ اليوم كتير مجموعة طلاب اجت الساعة 2 تجتمع هون، ورجعنا نقطع طريق لأنه عم نلاحظ إنه ما في تغييرات بالبلد. قد ما عملنا وقد ما عم نعمل ما حدا عم يسمعنا. الدولار اليوم 2700 ليرة، الجامعات حتبلش ما حدا معه يدفع القسط بالدولار. لكن كان في بالسابق انه عم يبتعدوا عن قطع الطريق، كانوا عم يرفضوا قطع الطريق حتى الثوار ذات نفسهم. اليوم شفنا انه في قطع طريق جديد وبكل المناطق وما شفنا هيدا الرفض الكبير له. ليه برايك؟ هلا نحن كنا نرفض انه نقطع الطريق كرمال ما كنا منا كرمال في ناس بدها تروح المستشفيات، في ناس بدها تروح اشغالها. بس نحن لاحظنا اذا ما رجعنا لهالمسجد القديم ما حيصير في تغيير، لذلك لازم نقطع الطرق. شكرا.
هيدا اللي هلا عم بيصير هو دليل انه الثوره بعدها ما ماتت، الثوره بعدها باولها. استاذ يعطيك العافيه خبرنا. انا نازل انا هلا لوقت الشتاء ما قدرنا ننزل، بس هلا نازل انا عمري 82 سنه. بس انا بدي اقول شغلي اني هذه 3 مليون لبناني عم ينزلوا عم بيقولوا عنهم حرمي، ما بحسوا حالهم، ما شايفين حالهم. نحن هلا بدنا حكومه وحده وطنيه، بدنا حكومه ديمقراطيه، بدنا حكومه انقاذ يكون فيها مثل سليم الحس، مثل فؤاد الشاب، مثل الياس سركيت، مثل كمان جنبلاط. هودي ما أكلوا حرام، هني حرامية، بس بدنا يسقطوا، بدنا يسقطوا. يعني مش حنفل، مش حنفل ولا حنكل، مش حنكل ومش حنفل إلا ما يسقطوا الكل. شكرا لك. كمان رح نقرب أكثر لعند المتظاهرين. مرحبا. خبرني، أكيد نعرف المطالب بس بيسوى نذكر فيها. خي اليوم بطلت مشكلة مطالب، صارت مشكلة استهزاء. يعني اليوم 90 يوم إلنا بالشارع، في استهزاء واستخفاف لصرخة يعني. كمان مش وقت هلأ للمحاصصة وللمماطلة، تعرف وضع البلد، ما ضروري نذكر فيه، الوضع مزري مأساوي. نعم ليال، يعني رجعوا المتظاهرين، اقتربوا من المسلك الوحيد اللي كان مفتوح الى بموازاة برج الغزال، واجوا اتجهوا فجأة وقطعوا الطريق مجددا هون. يعني هلا جسر الرينج بالكامل مقطوع، كما عم نقدر نشوف السيارات علقت رجعت، ما قادرة تمرق ولا قادرة تتقدم. شباب يعني احد الضباط عم بيحاول يتفاوض مع المتظاهرين، عم بيقول لهم انه يفتحوا الطريق بطريقه سلميه، عم بجرب يقول لهم بس انه افتحوا الطريق. يعطيك العافيه. كان في ابتعاد عن قطع الطريق قبل، ليه عم نرجع نشوف قطع الطريق؟ ممنوع بقى ينفتح الطريق لتحقق المطالب تبعنا. شو هي المطالب تبعكم؟ بيسوى نفكر فيها. كيما نحن مطالبنا معروفة صارت، ما عادش بدنا حدا يتفزلك علينا، خلص شكلونا حكومة اللي نحن بدنا اياها، مستقلة، أخصائيين، هي اللي بدنا اياه، بدهم ثلاث أشهر ليفهموا هذا الشيء الموضوع منا، بدي وجه تحية لقائد الجيش، نحن الثوار مش حننساك، أنت وقفت معنا نحن نوقف معك، عمول معروف، أنت والقيادة وكذا وقفوا مع الشعب لحتى نحن نكون بظهركم ولا تتلقى أي ضغوطات، سكر تليفونك بس تتلقى ضغوطات. سؤال، إذا اليوم الجيش طلب منكم تفتحوا الطرقات رح تفتحوها؟ نحن بنحترم الجيش، بس حقوقنا كمان بدنا إياها. بس كمان مع الجيش، يعني نحن والجيش مع بعض. نحن جايين من اللي باع لهون، وهي الطريق ما بقى حتنفتح. هودي البلا اخلاق الزعران الحرامية ما عم يستوعب دمه. الدولار صار ب 3000 بالباع. ما حدا عم يحس على دمه مش سائلين على الشعب. نحن جايين من اللي باع لهون، وهي الطريق ما حتنفتح بقى. لو شو ما بده يصير. هاي العالم كله جينا هلا 40 فام من اللي باع، هاي الطريق حتتسكر خلص. الثورة اليوم بدها ترجع تولع من أول وجديد، حيشوفوا شيء ما شافوه من قبل. خلص. بدنا نوجه رسالة للنواب والوزراء انه الشعب جاع، ما عادش فيه هدي، حلوا عنا بقى، قوموا عن هالكراسي بقى، عرفتوها. يعني مثل ما كنا عم نقول رجع تم تسكير الطريق بالكامل على جسر الرينج، يعني حتى الجزء اللي كان مفتوح بس لمرور السيارات، مسلك الجزء كان مفتوح بموازاة برج الغزال، رجع تم اغلاقه من قبل الثوار او المتظاهرين يلي زادت اعدادهم نسبيا بالدقائق الماضيه الاخيره. رح ارجع اقرب لعند المتظاهرين. يعني يعني جسر الرينج بكافه المسالك مغلق. رح جرب احكي مع بعض الموجودين. يعطيك العافيه. خلينا نقرب بعد شوي. الطريق من الأشرفية باتجاه مدخل الجميزة تم فتحه مجددا. لا تم فتحه. يعني نتحفظ عن أي كلام يصدر. كلنا
الشعبين. يعطيك لا حد انا من الجنوب من النرماش، بس انا بعتب على رئيس الجمهوريه وبالجر كلياتهم ما عم بيعملوا شيء للبنان، موتون للشعب. انا عندي اختي ولدها 4 بالغربه، اخواتي 2 بالغربه، ميتين هونيك ما في شيء، بعدونا عننا ما في شيء لا ناكل لا نشرب. انا بشتغل ببنك معيش 700,000، اذا انا مجوزه ما عم مش مجوزه ما بكفوني. كيف لو الواحد مجوز وعنده عائله كيف بده يعيش؟ مش حرام عليهم يشكلون الحكومه مثل العالم؟ هاج يوم جيبوا لنا هيدا يوم جيبوا لنا هيداك، عيب عليهم. شكرا لك. شنو احكي؟ العالم بتعرف انه نحن اليوم عندنا بلا شتايم. لا ما بيشتروا، انا العالم بتعرف، كل العالم عارفه انه اليوم عصيان مدني ويوم غضب، بتنزل على شغله عادي وكانه نهار عادي. بنطلب من كل العالم تنزل على الشارع معنا، تقطع الطرقات معنا، لانه ما عم يحسوا علينا ولا بدهم يحسوا. هن جماعه بعدهم متكمشين بالسلطه المحاصصه والحكومه اللي هي السياسيه. نحن ما بننتبه شيء، بدنا حكومه سياسيه ديمقراطيه ومستقله، وما رح نطلع من الشارع قبل ما ننفذ مطالبنا على اخر نفس. ثانك يو. بس بدي اقول لك كل الثوار انه شو ناطرين لحتى ينزلوا. يعطيك العافيه. كان في ابتعاد عن قطع الطرقات، ليش هلا عم نرجع نشوف قطع الطرقات وما عم نشوف رفض مثل ما كنا عم نشوف قبل؟ الابتعاد عن قطع الطرقات كان لانه الدوله كيف بتعمل مثلا ابر لحتى تروق العالم تعطيهم امل بشيء، كانت عم تضحك على العالم، عرفت؟ هلا أنا عبر شاشتكم بدعي كل اللبنانية بليز والبيروتية بشكل خاص، لأنه كل المناطق في تجاوب، بيروت التجاوب أقل، ما بقى حدا يقعد ببيته بليز، هيدا آخر فرصة لإلنا، كل العالم تنزل على بيروت، نحن مش زعران، نحن موظفين، خلصنا شغلنا وجينا، بليز كل العالم تنزل، هيدا آخر فرصة لإلنا، ما لازم نروحها من إيدنا، ميرسي، لا مش عايزة، ميرسي ويعطيكم ألف عافية. تفضل. اوكي بس لكل واحد بليز يلي جاي ينزل ويجيب معه الخيمه، لانه نحن مش فلين من هون. بس وصل لي اذا شو يعني انا كاين او بي اللي سالين البلد، اذا منه محمد شقير او اذا منه نبيب اللي او اذا منه جبران بازيل او اذا منه كل هول العالم، مين يعني اللي سرق البلد؟ كل واحد بحطها بالثاني، ويلي قاعد بالبيت شرفوا انزلوا، هيدي الفرصه الوحيده للتغيير. حاجة قاعدين عم تنظروا وعم تعطوا نظريات وتسييس، إذا مسيسة انزلوا كسروا التسييس تبعها، إذا عم تقولوا هاي مؤامرة انزلوا كسروا هالمؤامرة، هيدي الفرصة الوحيدة للتغيير، نحن عم نعمل الشغل تبعنا، إذا متكلين على الشارع، إيه بدكم ترضوا باللي الشارع بيعملوا، ما فيكم تجمعوا اثنين مع بعض، انزلوا نازلين على أجيرو، نازلين على MTC، نازلين على كل المحلات اللي بدنا نعملها، بس ما بقى يمشي حدا يقعد بالبيت ويطلب شيء يتغير، إذا قاعدين بالبيت ما في شيء حيتغير، وصحتين على قلبكم. شكرا لك. يعني نذكر لا لا نذكر انه طريق الرينج، طريق جسر الرينج بعده مسكر بكافه الاتجاهات. كان في مسلك صغير موازي لبرج الغزال بعده مفتوح، ولكن رجعوا المتظاهرين واغلقوا هيدا المسلك الصغير. والسيارات بعدها علقة على جسر الرينج، من أعلى جسر الرينج باتجاه الأشرفية ما قادرين يمرقوا، عم يرجعوا عم بيعودوا أدراجهم مثل ما نحن عم نشوف. شفتك حامل سكلتون، ليه؟ سكلتون هيدا بيرمز لبنان، هيدا بيرمز شو رح يصير معنا مع كل الناس إذا هالدولة الفاشلة ما عملت شيء. صرنا 3 أشهر على الطرقات وبعدهم ما عملوا شيء، فليك من ورا هيك هيدا الشاب البنت اللي بدك مات خلص. هول الألفين، هول الألفين أنت بتعرف هدول الألفين إنه بالنهاية وصلت لمرحلة هدول ما بيعنوا شيء، ما بيشتروا خبز، ما بيشتروا شيء، فاضطر ياكل مصاري بالآخر. أيوة. Say hello.
شكرا لك. يعني رح نتقدم اكثر ورح نشوف المزيد من المتظاهرين. في السيده هون كانت قالت لها بدها توصل رساله. سيدتي العزيزه يعطيك العافيه. الله يعافيك. كان عندك رساله بدك تقوليها. لا انت شو كان بدك تقولي؟ ليه اليوم نحن رجعنا على جسر الرين؟ كان في ابتعاد عن قطع الطريق بالسابق، كان في رفض له لهيدي الخطوه، ليه عم نرجع نشوف قطع للطريق وما نشوف هذا الرفض؟ بالعكس عم نشوف في مشاركه اكثر يعني. اكزاكتلي، لانه نحن صرنا تقريبا شيء فوق ال 100 يوم، حيصير لنا 100 يوم بالشارع. وما حدا عم بيستم ما حدا عم يسمعنا وصوتنا ما عم يوصل لحدا. بعضهم لهلا عم بيفكروا بحكومه تكنوكرات سياسيه. يا عمي يا جماعه نحن ما بدنا ناس مستقلين يحكمونا. هلا عم جرب نعطي فرصه 48 ساعه لحسين دياب، يا بيرضخ لمطالب الارض لمطالب الثوار، يا اما حيصير في تصعيد بعد اكثر نهار الخميس. ولكن هو نزل بيان رئيس المكلف حسين دياب قال فيه انه هو مصر على حكومه التكنوقراط، وكان في يعني معلومات كلنا سمعناها انه بتشكيلته كانت تكنوقراط، كانت كلها وجوه اختصاصيين، ولكن بعض القوى السياسيه رفضت هيدا الاسامي. نحن هلا نازلين كرمال هالقوى السياسيه بقى يحلوا عن هالبلد ويتركونا نحن الثوار نامن مستقبل اولادنا مستقبلنا. خليهم بقى يطلعوا من قصه السياسيه، ولا يعني احنا عم نجرب هلا نضغط على السياسيين انه يشيلوا من راسهم فكره تكنوقراط سياسيه ويحطوها تكنوقراط مستقلين، ناس مستقلين يجوا. في ناس كثير كفؤين، في ناس لبنانيه بجننوا كفؤين وقادرين يحكموا هالبلد. جربناهم قد ايه صرنا عم نجرب 15 30 سنه. طب لوين وصلنا؟ لك لوين وصلنا؟ دولار اليوم 2500 دولار اللي نزل اليوم على الشارع هو الجوع تبع العالم. العالم جاعت، العالم ما بقى فيها تاكل، حتى اللي عم بيساعد كان بطل عم بيساعد لانه منه بقى قادر يساعد غيره. يعني نحن يعني شو بدي اقول لك، العالم دولار 2500 اللي كان عم يقبض 1000 دولار صار هلا معاشه بيسوى 500 دولار. سوبر ماركت كلياتها غلي 20 و30 و40%. يعني طب وبعدين لوين ناكل بعض؟ يعني ناطرين لثوره الجياع تجي؟ هيدي بدهم يعتبروها انه نحن بلشنا بثوره الجياع. شو بتقولي للعالم اللي بعدها قاعده بالبيت؟ بقول لهم هزوا انزلوا، اللي قاعده ببيته مفكر انه بعد في مساعدات رح تجي، ما بقى في مساعدات رح تجي. اذا نحن ما وقفنا، اذا هن ما نزلوا وطالبوا معنا بحقهم، ساعتها ما بقى يلوموا الا حالهم بس وينطروا. والآدمي وقت الانتخابات النيبيه بيرجع بيجي، واللي مش آدمي خلص بيروح. يعني شو بدي اقول لهم؟ بدي اقول لهم انزلوا شاركونا، شاركوا وجعكم معنا. شكرا لك. ميرسي. رح نتقدم اكثر بعد عند المتظاهرين. إذا مشاهدينا من الرينج والزميل أحمد عبد الله بنتقل إلى طريق جبيل والزميل مالك الشريف اللي على ما يبدو يعني علقان بزحمة السير. عبر سكايب بينضم لنا مالك. مالك تفضل. زحمة سير بجبيل يعني يصح الوصف، لأنه مبدئيا كلها مسكرة. من دقيقة تقريبا أو دقيقتين قرر الجيش فتح مسرب واحد للسيارات المتجهة من جبيل باتجاه الشمال، لأن الأوتوستراد بمسلكه الشرقي المتجه نحو الشمال واقف السير، وبمسلكه الغربي المتجه نحو بيروت كمان واقف السير لأنه السيارات اجت عكس السير، فما في إمكانية للسيارات أنه لأنه صاروا الخط اتجاه الشمال ثوار بإطار، فوقف سير للحركة. أما على الخط البحري فكمان السيارات المتوجهة من الشمال إلى بيروت على الآن، لأنه كمان السير على الخط البحري واقف مثل ما شايفين. أنا تقريبا العالم صار له بسياراته حوالي أكثر من ساعة ونص واقفة بأرضه، السير واقف بأرضه بكل الاتجاهات، أكان بالطريق الداخلية أكان على المسلك الشرقي المسلك الغربي والطريق البحرية. لذلك قرر الجيش فتح مسلك واحد على الأوتوستراد بس لا يصير في حراك بأرضه، لأنه مبدئيا ما في حركة للدولي من حوالي ساعة ونص بجبال، كله واقف بأرضه. السير متوقف اللي واصل من الشمال عند عمشيت حتى بعد عمشيت على الأوتوستراد، واللي من جبيل قبل مفرق مسكيتا كمان واقف السير، ما في إمكانية لأي داخلية باتجاه أرطبون مسكيتا ولا حتى على الأوتوستراد. بالاتجاهين واقف السير، وعلى البحرية واقف السير كمان. نيكول
شكرا لك مالك الشريف من جبيل، وهيدي الرساله اللي يعني وصفت لنا زحمه السير في جبيل. انتقل مشاهدينا الى مشاهده الصور الاوليه لاجتماع كتله المستقبل في بيت الوسط. إلى أن تجهز هذه الصور لازلنا نتابع وإياكم مشاهدينا. إذن هذه هي الصور لاجتماع كتلة المستقبل برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس سعد الحريري. هذا الاجتماع الأول منذ عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان بعد غياب دام حوالي أسبوعين. إذن هذا الاجتماع في بيت الوسط لكتلة المستقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري. من هذه الأجواء السياسية والاجتماع الأولي لكتلة المستقبل بعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، هذا الاجتماع الذي يعقد في بيت الوسط والذي بطبيعة الحال يعني سيتناول التطورات السياسية والميدانية المستجدة على الساحة اللبنانية. يأتي أيضا هذا الاجتماع بعدما سمعنا يعني البعض يطالب بتفعيل حكومة تصريف الأعمال. من الأجواء السياسية أعود إلى الأجواء الميدانية، وهذه الطريق من خلد الأوزاعي حيث كما نشاهد وإياكم تم قطعها بالإطارات المشتعلة من قبل بعض المتظاهرين. هذه هي إذن مشاهدينا طريق خلد الأوزاعي. لا بلا الشعارات، بلا الشعارات. إذن من هذه الصور المباشرة من خلد الأوزاعي أعود إلى الرينج والزميل أحمد العبدالله. أحمد؟ نعم، يعني الطريق إلى المحاذية اللي كان يسط مرمرون والصيف فيليج تم فتحها منذ بعض دقائق، ولكن عاد الشباب وأشعلوا الإطارات ورجعوا قربوا الحاويات النفايات إلى منتصف الطريق وقطعوا الطريق المودي من الأشرفية إلى الجميزة. ومثل ما عم نشوف الطريق بالمسلكين مقطوعة بالإطارات المشتعلة. تفضل. نحن اللي ولعناها هيدي، أنا حكيتك الصبح وقلت لك اليوم حيصير في تغيير كتير كبير وحيصير شيء بعده أنا ما حدا عمله، بالأخص من ساحة الشهداء ما حدا عمله. مثل شو؟ مثل عندك هالمنظر. مين عمله هذا المنظر هون؟ ما حدا بيعمله. هيدي الطريق تحديداً ليش هلا اليوم؟ هيدي الطريق تحديداً نحن هون لأنه هي نقطة أساسية هون. فيك تقول مثل وسط المدينة كله هون، يعني في عندك خط الأشرفية، عندك خط على الجميزة، عندك كذا منطقة بتوديك. والله يعني جايين عالم من الضاحي وجاي عالم عندنا من جل الديب وجاي عالم من كذا وكذا وكذا، يعني خلص اليوم يا بتخرب بتخرب يا اما بنشوف شو بدنا نعمل. ضاحية ضاحية ضاحية. يعني كما كنا نقول الطريق المحاذي لي سنعود يعني الى جسر الرينج، يعني هذا هو المشهد من الطريق المؤدي من الاشرفيه الى الجميزه. سنعود الان الى جسر الرينج، سنتقدم لنرى ان كان هناك اي تطورات في المشهد هذا هناك، ولكن يعني سحب الدخان الاسود تغطي منطقه الرينج والأشرفية والصيفي.
سنتقدم أكثر كما ترون. يعني الهواء عم بيطلع الدخنة أكثر وأكثر وعم بتغطي المنطقة كلها هون بمحاذاة جسر الرينج والصيفي فيليج والأشرفية. رح نتقدم من جديد على جسر الرينج. حيث هناك بعض المتظاهرين بعضهم موجودين عم يهتفوا. وهناك الوضع هيدا ما في شيء يعني على جسر الرينج هون مثل ما عم نشوف الوضع هيدا ما في شيء، في هتافات، في تجمعات وفي أغاني ثورية. الأجواء يعني على جسر الرينج هادئة، ولكن قطع الطريق بالإطارات الطريق مقطوع على جسر الرينج، ولكن مقطوع بس بتجمعات الناس. يعني لا يوجد أي حرق لأي دواليب ولا حرق للنفايات، بينما الطريق المؤدي مثل ما قلنا من الأشرفية إلى الجميزة بعد مقطوعة بالإطارات المشتعلة وبالنفايات. بتحبوا شو بدنا نقول؟ لا أنا صرت كثير مشهورة. شكرا. يعني الأغاني الوطنية والأغاني الثورية هون على جسر الرينج هي الطاغية. كان في جزء من الطريق مفتوح من جسر الرينج باتجاه الأشرفية، ولكن عاد المتظاهرين وأغلقوا هذا الطريق من أول وجديد. يعني كان في كمان بعض السيارات اللي ضلت عالقة على جسر الرينج، ضلت عالقة هيدا السيارات لوقت معين، ولكن القوى الأمنية ساعدتهم بأنه يرجعوا يلفوا ويروحوا على يرجعوا أدراجهم، يعني يعودوا أدراجهم من نفس الطريق، لأنه تم إغلاق الطريق مجددا، الطريق المحاذي لبرج الغزال. خلينا احكي مع احد الموجودين هون. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كان في ابتعاد عن قطع الطريق بالسابق يعني بالايام الماضيه، هلا عم نرجع نشوف انه الطريق رجعت عم تنقطع، وما في الرفض اللي كنا نسمعه قبل. خبرني ليه. بدي اسالك يعني هلا نحن شو وصلنا لحديث؟ هلا صرنا 90 يوم بالارض، واعطينا مهله على اساس نحن ما بدنا اي رئيس حكومي، يعني هذا رئيس حكومي احزاب بالنتيجه، هيدا اعطيناه وقت. طب شو عمل؟ ولكن رئيس الحكومة المكلف تجاوب مع مطالب الشارع، نزل بيان قال انه هو رح متمسك بحكومة التكنوقراط، ولكن مثل ما كنا عم نسمع انه بعض القوى السياسية، المعلومات اللي عرفناها يعني انه بعض القوى السياسية رفضت الاسماء يلي هو كان طرحها، بعض الاسماء، يعني هو بعده ملتزم بحكومة التكنوقراط. اذا هو ملتزم بالتكنوقراط والسياسيين يتفضل يشرف يعطينا الاشخاص اللي مطلوبين اللي هن التكنوقراط سياسيين. وين هن؟ شكرا. رح نتقدم أكثر لعند المتظاهرين. يعني سحب الدخان السوداء بعدها عم بتغطي منطقة الرينج ومدخل الأشرفية من وراء الإطارات المشتعلة وحاويات النفايات المشتعلة أيضا بموازاة كنيسة مرمرون وصيفة فيليج. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. كان يعني أول شيء نحن بنعرف المطالب أكيد، ولكن بيسوى نذكر بهيدا المطالب، وبيسوى بدي أسألك كمان ليه رجعنا قطع الطريق اللي كنا ابتعدنا عن هيدا الخطوة بالسابق؟ نحن هلأ عاملين تجمع هون، منطلقين من هون على بيت الرئيس المكلف لنقول له إنه معك مهلة قصيرة جدا، مسألة 48 ساعة لتتشكل حكومة مستقلة كليا. اللي بدنا نذكر فيه إنه بدنا
يتركوا هالمسؤولين هالرهينة اللي هي هالوطن ويردوا لأبنائه. اليوم اليوم غضب، يوم طلابي بامتياز، شباب بحق لهم يعيشوا بكرامتهم، بحق لهم يعيشوا بوطن، يركزوا على زكاهم، على عطاءاتهم. ليه عم بيروحوا على بلاد الاغتراب هالشباب كلهم يطلعوا كل اللي عندهم؟ نحن بدنا نعيش بدولة مدنية، بدنا نعيش بدولة فيها استقلالية للقضاء، بدنا دولة تكون فصل الدين عن الدولة كلياً، بدنا إلقاء الحجز، بدنا قضاء نزيه يلقي الحجز على أموال المسؤولين وعائلاتهم، استرداد الأموال المنهوبة 130 مليار سارقينهم هالطبقة الفاسدة، يردوهم للوطن، تنحل كل مشاكلنا بالوطن ومنسكر كل ديوننا ومنعيش بكرامتنا. كنت عم تقولي لي انه انتم رح تتوجهوا على بيت الرئيس المكلف حسان دياب، ولكن الرئيس المكلف حسان دياب ببيانه يلي نزله على حسابه على تويتر قال انه هو ملتزم بحكومه التكنوقراط، ملتزم بمطالب الشعب، ولكن كمان مثل ما عرفنا انه هو بتشكيلته يلي عرضها على رئيس الجمهوريه رفض، تم يعني بعض القوى السياسيه رفضت بعض الاسماء اللي هو وضعها واللي هي تكنوقراط. شو ملام يعني هو شو الملامة على الرئيس المكلف؟ في ملامة على الرئيس المكلف، ولكن إذا هو فشل بالمهمة يتفضل يطلع يقول أنا فشلت بالمهمة. نحن بدنا نلاقي طريقة تانية. إذا المسؤولين بدهم يبطلوا مسؤولين عن هالوطن يتفضلوا يتنحوا ويتركوا هالناس. عنا كفاءات كثيرة جدا وكبيرة جدا، بدنا نضل بموضوع المحاصصة. نحن متأكدين إنه هني ما رح يتنازلوا عن حصصهم بسهولة، ولكن خلص يعني كفى بقى. الشعب جاع، الشعب تعب، يعني ما بقى في مجال، ما بقى عنا مجال. طالعين نقول له رئيس المكلف ما عنا شيء ضده أبدا، ولكن يتصارح مع الناس، فشل يقول أنا فشلت، يترك المجال لطريقة تانية لتشكيل حكومة، ولكن لن نتراجع عن مطالبنا. حكومة ناس مستقلين قادرين يكونوا خارج هيدي الطبقة السياسية الفاسدة، ياخدوا قرارات بالفعل نزيهة وغير مسيسة. إذا كانت القوى السياسية هي اللي عم ترفض بعض الأسماء اللي عم يطرحها هيدا الرئيس المكلف اللي هو حسان دياب، ليه بتلاقي إنه الشخص رح يفرق؟ يعني ما هن حيضلوا عم يرفضوا إذا كانت، إذا يعني ما حتفرق الشخص إذا هن في رفض لمبدأ التكنوقراط أو لأسامة معينة. ليك الوقت ما بقى يسمح أبدا أبدا أبدا، ما بقى يسمح. الوضع مزري، الناس جاعت، شفنا ناس بطرابلس طلعت من بيوتها قعدت بالخيام، عيب عليهم. نحن حاكميننا المصارف مع الطبقة السياسية اللي هن شركاء بهيدي المصارف. بغض النظر عن الأسماء، ما عنا اسم، نحن بدنا حكومة مستقلين وناس أخصائيين ويكونوا قادرين ياخدوا قرارات باستقلالية. المشكلة الكبرى نحن عنا هي بالقضاء، ما في شك. نحن بدنا قضاة نزيهين ومستقلين. لنرجع لموضوع الحكومة، ما عليه يعلن ينسحب يقول أنا ما قدرت أعمل المهمة اللي عم بعملها، أكيد في خطوات لاحقة، ونحن يعني عنا كتير كوادر يقدروا يقوموا بالمهمات هيدا. شكرا. رح نتقدم أكثر لعند بعض المتظاهرين اللي موجودين. في متظاهرين عم يتوجهوا من بشارة الخوري يعني ومن تحت جسر الرينج من ميلة ساحة الشهداء، مثل ما شايفين بعدسة الزميل بيير يوسف في مسيرة يعني متوجهة إلى جسر الرينج من ساحة الشهداء ومن وسط بيروت. يعني مثل ما شايفين الأعداد على جسر الرينج عم تتزايد في مسيرة هلأ واصلة من وسط بيروت إلى جسر الرينج. المتظاهرين يحملون الأعلام اللبنانية، يقرعون على كل ما يصدر صوت. شو ما بيطلع قدامهم عم يقرعوا عليه. رح نجرب نتحدث مع بعض الموجودين. جابوها معهم المتظاهرين اللي توجهوا هلأ على جسر الرينج من وسط بيروت.
شهدت بشكل ملحوظ الآن على جسر الرينج. أحمد رح نرجع لك وإلى هذا التحرك على جسر الرينج. سأنتقل في هذا الأثناء إلى جلال ديب والزميل مارون نصيف. مارون تفضل. نعم بالفعل الأعداد تتزايد شيئا فشيئا هنا على أوتوستراد جلال ديب، وكما تشاهدون بكاميرا الزميل زكف غالي كيف أن الأوتوستراد لا يزال مقطوعا بالاتجاهين على المسلكين الغربي والشرقي من قبل المتظاهرين، يعني المتظاهرون يرفضون الخروج من الشارع بعد 90 يوما من الاعتصامات والتحركات. هم يعتبرون أن عملية التجمع والاعتصامات في الساحات لا تؤثر كثيرا بالسلطة بالطبقة السياسية التي عجزت عن تشكيل حكومة منذ 90 يوما وحتى اليوم، والطبقة السياسية تتخبط بعملية تشكيل الحكومة. يعني بعد 90 يوم رجعتوا نزلتوا على الشارع اليوم؟ لأنه نظرنا وما عملوا شيء، ونحن سرقوا لنا حياتنا مش عم خلينا يسرقوا حياة أولادنا. ما بكفي ضحك على العالم، ما بيصير بقى يكفوا بالطريقة هيدي. لاقيين هون على الأوتوستراد؟ يعني الاعتصام بيرجع مثل ما كان؟ ما عم بسمع. لاقيين هون على الأوتوستراد؟ نعم نعم باقيين لآخر الليل، ما رح نطلع من هون. بحكي لعيلك إذن المتظاهرون يصرون على عدم طرد الأوتوستراد. سنحاول الحصول على مزيد من المقابلات مع المتظاهرين هنا على أوتوستراد جلال الديب. بعد 90 يوم اليوم نزلتي تقولي شو؟ يوم ما سمعوكم خلال هال 90 يوم ابدا؟ هيدي المشكلة، كنا نازلين سلمية وبعدنا سلمية، بس صراحة اليوم اللي شايفته انه رجعت ثورة 17 تشرين مثل أول أيامها، وإن الله راد مستمرين، وبتمنى عن جد انه يسمعوا صرختنا، يعني بكفي بقى قرفونا بهدلة بالنسبة للمي للكهرباء للمصاريف لكل شيء، ما في شيء عم يمشي بالبلد، وبعدهم مصرين انه ما يسمعونا. بطلب من كل العالم اللي قاعده ببيوتها بس تنزل على الطريق عن جد، لانه بيكفي بقى لهون بس. شكرا لك. يعني لابد من التذكير بان هذا التحرك الذي نشاهده في جلال الديب كان بدأ صباحا عند الساعة 7 بتجمع في ساحة الجديدة أمام مبنى البلدية، وبعد 1:30 عند الساعة 8:30 انطلقت مسيرة من الجديدة في اتجاه جلال الديب، وقفت عند نهر الموت بمحطة، قطعت الأوتوستراد بالاتجاهين يعني أحرقت أشعلت الإطارات في وسط الأوتوستراد، ثم أكملت طريقها إلى هنا إلى جلال الديب إلى حيث كان الاعتصام سابقا. بعد 90 يوم اليوم نزلتوا تقولوا شو؟ اليوم نزلنا لنقول انه عن جد طفح الكيل من بعد 90 نهار. نحن قاعدين على الطريق، ناس جوعانه، ناس مسقعه، ما معها تاكل، وهن بعدهم قاعدين مرتاحين مثل كانه البلد بألف خير، فطفح الكيل. ليش رجعتوا تلجأوا لعمليه قطع الطرقات علما انه عم بيصير مشاكل مع المواطنين؟ قبل كنا عم ناكل قتله لنفتحها، هلا اليوم ما اكلنا قتله سو قعدنا وحنضل، واذا الله رد لو حناكل قتله حنضل. ما في غير قطع الطرقات اللي عم يعطي نتيجه. عم يفيد قطع الطرقات؟ اكيد ما في غير بال 90 يوم الماضيه. اكيد ما في غير لما سقطت الحكومه سقطت لانه سكرنا الطرقات. من بعد اسقاط الحكومه بدنا هلا ما بدنا حسان ثياب اكيد. عم نطالب وعم نسكر الطرقات كرمال حتى لو ما يقدرش. كل ما بنوصل صوت بيعملوا عكسه، يعني ما بدنا شيء مسيس، ما بدنا حدا مسيس، بجيبوا لك حدا مسيس. كانوا عم بيقولوا لك انه كيف فيك بدك تسكر طريق نحن بنجيب لك حدا مسيس. الشعب ما له حل ثاني غير قطع الطرقات. ما بدنا بدك تقولي شيء تفضلي. ما بدنا الا اشخاص مستقلين، لانه نحن لازم اللبنانيه كلنا نكون مثل مين يعني مستقلين؟ يعني انا ما عندي اشخاص معينين، بس بدنا اشخاص مستقلين لحتى كل اللبنانيين يكونوا مستقلين، لانه نحن كلنا لازم نكون اخوه. يعني لا نقول مسيحي ولا نقول مسلم ولا نقول درزي ولا نقول شيء، شو ما كان نكون نحن انسان على الارض. وبعدين انا اليوم بالذات نزلت كرمال الطلاب تكون معهم، لان انا ام لطلاب
والطلاب عم يتعبوا كثير ليقدروا يوصلوا وعم يوقفوا بطريقهم، ما عم يخلون يكون عندهم مستقبل بلبنان. نحن صرنا 60 70 يوم على الطريق، 90 يوم حاصلوا وما عم يعملوا مطالب الشعب. نحن من الاساس صرختنا نحن لكلهم يلتفتوا للشعب، اذا كل الحكام رئيس جمهورية والوزراء والنواب كلهم بعد يلتفتوا للشعب شو ناطرين؟ دولار عالي، شغل ما فيه، عالم ميت من الجوع، ناس ما معها تجيب ادوي، ناس ما معها تفوت مستشفى، ناس ما معها تاكل. رح قول لرئيس الجمهورية ولكل المسؤولين عن هالبلد اذا بدهم يسكتوا الثوره اللي هدفت الحجاره باسم الثوره. شكرا. اكبر تحيه للجيش اللبناني، ميرسي. وإذا أجل يفتح الطريق كمان أكبر تحية، لأن هن مجبورين وما بيعملوا اللي ما بيعملوا شيء من قلبهم، لأن هن عم بياكلوها أكثر منا. برافو عليك، يا ريت يا ريت الكل بيقولوا مثلي. أول شيء ما كل الناس ما بدها تطلع الطريق، نحن عم نضل على الطريق ورح ننزل على الطريق. أول شيء كل شيء عم بيغلى، دولار عم يطلع، شو هن شو هيدا شو هاد الناس هيدي، وين كلكم انتم؟ انزلوا يا شعب، انزلوا كلكم على الطريق، ما تخلوا حدا على الطريق، كلكم انزلوا، ما تقعد حدا ببيوتكم. انا ابني بالحبس عنده سيئه من الثاني بده ياخذها، او سيئه مجلس النواب او سيئه هالناس اللي هون ينقل اللي بده اياها. صرنا سايرين على الطريق أكثر من 90 يوم، فبعد ما حلون يعطونا جواب أو ردة فعل، فاكرينا برغش على الطرقات. أكثر من 90 يوم وبعد رح نبقى أكثر من 100 يوم، فانطرونا وما حنزيح عن الطريق، ما حيفتح الطرقات. نحن حسن دياب ما بدنا إياه، ما بدنا إياه، ما بدنا إياه لحسن دياب، خليه يفل، ما بدنا إياه. بده يحكي الكلب كمان. أنا بس بدي أحكي مع الأشخاص اللي عم بيقولوا إنه اخترب لبنان من ورا الثورة، مش من ورا الثورة اخترب لبنان، هو من زمان مخترب لبنان. وقصة الغلا بالأكل والشرب أو قصة البنوك اللي ما عم تعطي مصاري، هول كلهم مش من ورا الثورة، الثورة عم بتجرب تصلح مش عم بتجرب تخلو. بس بدي أطلب الناس مش كل مرة يتهموا الثورة وكل ما صار شيء من ورا الثورة ومن ورا الناس اللي عم تقعد على الطريق، مش مزبوط هذا الشيء، هو من زمان لبنان مخروب، نحن عم نجرب قد ما فينا نصلحه. وعلى امل مش اذا كل واحد قاعد ببيته وقال انه من ورا الثوره بيزبط لبنان. انا بليشين انا بليشين بدك تفكر كل اللي بدي اقوله، نحن شباب يقصنا رفنا، ما بقى عنا شيء نخسره. اليوم انا ماستر، بعدين وين بصير؟ بفرنسا، بعدين برجع على لبنان شو بشتغل؟ ويتر او فالي باركينج، شو بدي اشتغل؟ ليش؟ لانه بيي ما بيعرف حدا، ما عنده حدا، لو عنده حدا بصير مدير. بطلع رفنا من هالموضوع، صرنا اكثر من 80 يوم رح يصير رح نقبل 100 يوم بعدين، يعني وين صار وين حقوقنا؟ شو طلعنا من كل المظاهره؟ يعني 90 يوم هن ما هن عارفين حالهم شو بدهم، ما بدهم سعد الحريري، اوكي جابوا حسن دياب، هلا ما بدهم اياه. اذا هن ما هن عارفين ياخذوا قرار، كيف بلد كيف بدهم ياخذوا قرار لبلد يقدر ينجح؟ بس انا بدي اقول شغله وحده، ما عم بيشوفوا اليوم نحن لوين رايحين، ما عم بيشوفوا شو عم بيحسين، هالقد طرشان هالقد هن عميان، ما عم بيحسوا بوجعنا. بس انا بدي اقول شغله وحده اليوم للبنانيين وللسياسيين كلياتهم، هلا جاي رمضان، جاي رمضان، هل يا ترى 4 مليون لبناني ما بحق له يحضر نجم لبناني واحد؟ ليش؟ لانه الشرك يلي بتشغل الممثلين اللبنانيه استمهلت التصوير، ما هن قادرين يشتغلوا، ما في اذاعات عم تقدر تشتري مسلسل لبناني. هلا اليوم نحن برمضان، انا كمدير انتاج عم بحكي، هلا نحن برمضان عم نشتغل مسلسلات عربيه وشرف لنا، بس نحن بحق لنا اليوم نشوف الممثلات اللبنانيات والممثلين اللبنانيين كمان عم يمثلوا. كلياتنا قعدنا ببيوتنا هلا، يعطيكم العافيه. أنا بس أهم شيء عندي إنه هالطلاب ياخدوا حقوقهم ونحن كإنسان على الأرض ناخد حقوقنا. تفضل. بص
بونسوار، يعطيكم العافية. شو بتحب تسألني تقول؟ بعد 90 يوم اليوم برأيك يعني تم تجربة عملية قطع الطرقات، اليوم عم ترجعوا عليها، ناس عم تكون شوي يعني مزعوجة، يعني هي بتفيد برأيك مع السياسيين؟ لحد هلا ما مبين انه بفيد شيء، يعني منهم ردين على حدا، مسكرين دنايهم، مكفيين باللعبة مثل ما هن عم يشتغلوها، وهذا شيء ابدا ما بليق فيهم للأسف. عم قطع الطرقات عم بيزعج كثير عالم، بس كمان ما عم نقدر نحسسهم شوي بالوجع الا بهيدي الطريقة. قالوا وين الثوار؟ وين صارت الثورة؟ خمدت الثورة؟ قعدوا بالبيوت، عطيوا مجال، ما قدروا عملوا شيء، لا قدروا ألفوا حكومة ولا أنقذوا البلد. البلد اليوم بحاجة بحالة طارئة، يعني نحن بغرفة الجراحة مش بالعناية الفايقة، ناطرين بعضه، كل واحد بعضه عم بيطالب الثاني وعم ياخد من حقوقه، يعني انه بده حقوقه وبده اكثر وبده اكثر، يعني ما حدا باله بالشعب ابدا للاسف. ان شاء الله يوعيهم ويقدروا يعملوا شيء لهالبلد. يعني بس بدي اقول كلمه، بيقولوا انه عم تسكروا الطرقات علينا، على شو عم نسكر؟ ما اصلا مسكرين لنا كل شيء، هن لا عم يسمحوا لنا بشيء، لا عم يسمحوا لنا نتحرك، كله مسكر. انه هلا زعجتهم الطريق لانه عم طالب بحقوقنا، شيء يعني ما بيتصدق اللي عم بيصير بلبنان. بيقولوا لنا بي الكل، وانا اول وحده كنت حبه، بس هلا عم شوف وين بي الكل. ما عم يستقبل حدا، لازم يستقبل كل اللبنانيه اذا مزبوط بي الكل، ويساعد كل اللبنانيه، ونكون كلنا كلمه وحده. لبنان موجوع مريض، لبنان بحاله مرض يعني مستعصي، مفروض يكون في شو اسمه انقاذ بعجله بشده، ما بيصير يتركونا هيك. اللبنانيه موجوعين. هذا هو المشهد على اوتوستراد جل الديب، المتظاهرون يعني يصرون على البقاء هنا في وسط الاوتوستراد، فقط الطريق البحريه مفتوحه وتم تحويلها الى مسربين نزولا وصعودا الى بيروت وصعودا من العاصمه بيروت. وعملية قطع الطريق كما تشاهدون بكاميرا الزميل زكي غالي تتم في جل الديب بالسيارات، ليس هناك من حاويات ولا أتربة ولا زيوت، أحرقت بعض الإطارات ولكن عملية حرق الإطارات توقفت ولم يعد هناك أي شيء في وسط الأوتوستراد إلا السيارات والمواطنين أصحاب هذه السيارات. شكرا لك مارون من جل الديب. بنتقل مشاهدينا الى الذوق والزميله رودين ابي خليل. رودين. نعم نيكول، الوضع بعده على حاله بزوق، واقفال الطريق مستمر على المسلكين الشرقي والغربي تقريبا من الساعة 2 بعد الظهر، من بعد ما انتقلوا المتظاهرين من جونية باتجاه الزوق. بدي أذكر أنه بآخر ساعة تقريبا لم يحصل أي إشكال بين المتظاهرين والناس اللي كانت عالقة بالسيارات. التواجد الأمني لازال يقتصر على بعض عناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر من الجيش اللي موجودين على جانب الطريق، وبعد ما تدخلوا لفتح الطرقات. وبطبيعة الحال هذه الوقفة مستمرة هون مثل ما عم نشوف بالكاميرا مع الزميل بول بوعون. الناس يمكن كمان في مزيد من الأشخاص انضموا للمتواجدين هون بهيد المنطقة. معنا أيضا الممثل أندري أبو زيد. اليوم شو اللي خلى الناس برأيك ترجع هالقد على الطريق، ترجع بهيدا الحماس بأكثر من منطقة؟ يعني اليوم مختلف جدا عن امبارح. صحيح، نحن اليوم صرنا باليوم 90، يعني بلشنا ب 17 تشرين بقوة وقلنا شو بدنا. ما بتخيل بقى حدا منه فاهم، ما بتخيل بقى حدا أقل العالم، صاروا كلهم عارفين شو بدنا. ما حدا بقى يطلع يقول طب احكونا شو بدكم، نحن عارفين شو بدنا. نحن بدنا حكومة انقاذية خالية من القائد الطائفي، حكومة اختصاصيين. عينته حدا لحتى يكون هو رئيس الحكومة، وافقنا مشينا. طيب بعد شهر شو صار؟ يعني عم نعطي نحن مهل الشعب خلص بقى، يعني انه طيب شو يعني ليرة وين صارت، الاسعار وين صارت، الدنيا كلها وين صارت، انتو شو بعد بدكم؟ بعدكم عم تحكوا انه بدنا نألف، بعدكم انه انتو نحن بدنا نوافق على الاسماء. يا جماعة نحن في ثورة، لنا انتفاضة ولنا حراك، بعدنا سلميين، في كم حدا عم بجرب ينزع، نحن هودولي ما بيمثلوا الثورة. نحن بدنا نقلكم نحن بالشارع، نحن موجودين، نحن عم نعمل هيدا الضغط لحتى نحن عم ننقذ بلدنا. نحن منا عم نسب حدا بالشخصي، بالشخصي انتو السفلو، يعني انتو زعماء، انتو كذا، 30 سنة ما عملتوا شيء، طيب بعدين شو ناطرين منكم؟
يعني شتت الدنيا، راحت الطريق، راحوا السيارات، والأضرب من هيك إنه كل واحد بيتهم التاني. بكل دول العالم حيلا حدا بيفشل بيزيح، أنتوا صرتوا فاشلين بدليل إنه ما في شيء عم يزبط، وفشلكم عم ببين إنه عم تتهموا بعضكم. طب ما خلص حسوا على دمكم وحسوا مع العالم، لأنه نحن الغلا عم بطال، يلي مع الثورة ويلي ضد الثورة وكل العالم، ما عم بطال فئة دينية ضد فئة، نحن هون كلنا سوا، ما عم نسأل أنت شو دينك وأنت من وين، كلنا سوا مع بعضنا وكلنا سوا باقيين من الثورة. نعم شكراً لك تفضل. نحن حابين نقول للعالم اللي بعدها قاعدة ببيوتها إنه بعدهم شو ناطرين؟ نحن أعطيناهم شهر تيشكلوا حكومة. ما شكلوا حكومة ولا عملوا شيء، بيتخبطوا بعضه، بيطلع لك ساعة جبران باسيل بيقول لك أنا ما خلوني أشتغل، بيطلع لك تبع حركة بيقول لك أنا ما خلوني أشتغل، طب ما دام لا هيدا خليك تشتغلوا لأجل، نقبروا فلوا كلكم وما بدنا إياكم ولا واحد فيكم، ما خلص ما نحن بدنا مين يشتغلنا لإلنا، ما بهمنا أنتوا إذا خليك تشتغل أو غيرك ما خليه يشتغل، هيدا شيء ما بيعني لنا، نحن كثوار بلبنان أعطيناهم مجال شهر وما عملوا شيء، بالعكس بهالشهر صار الدولار ب 2500، بلشوا هلا عم تخرب البلد كلياتها، بطل في كهرباء، ما هيدا الشهر اللي تركناهم فيه لك شو عملوا؟ ما عندهم شيء، ما عندهم هدف، بيطلع لنا رئيس الجمهورية بيقول لنا أنا أعول عليكم استسلم، يعني أنا بدعي كل العونية إنهم يتركوه يفلوا، خلص أعلن استسلامه اليوم، تركوه يفلوا. لك تفضل اليوم شو بتحب تقولي بوجودكم؟ هل شاركتي قبل بالتظاهرات؟ نعم. واليوم نعم. رجعتي؟ أكيد اليوم رجعت، بس بدي زيد على اللي قالوه الشباب 100% نحن مع كلامهم، بس بدي اقول لك انه هيدي الوقفه مش ضد حسان دياب، نحن هن جابوه لحسان دياب، نحن اعطيناه فرصه يشكل حكومه وعم يشكل حكومه مستقله، هن ما بدهم. مع انه في ناس كمان من الثوار ضد تسميه كانوا الدكتور حسان دياب، بس حسان دياب هو رضخ لمطالب الثوار وهو اللي عم بيشكل حكومه من المستقلين، نحن بدنا نعرف ليش مش عم بيوافقوا على الاسامي اللي هو عم بيشكلها، بدنا نعرف السبب، ونحن مش ضده يطلع يحكي ويقول ويسمي الاسامي اللي نقاهم لانه هن اللي عم بيعرقلوا له اياها. نحن بهيدي النزله، نحن بهيدي النزله مش ضد اسم حسان دياب، نحن هو كان وعد الثوار بده يشكل حكومه من مستقلين، مين عم بيعرقله؟ بدنا نعرف الحقيقه. نعم. شو اللي كنت عم تسألي؟ كنت عم بقول إنه كنا ننزل بعدد أكبر بكتير ويجي الجيش ويشيلنا بالقوة، هلأ نحن عددنا صغير بالزوق، ليش الجيش ما تحرك اليوم؟ هاي كانت المدام عم تقلي إياها. يعني شو اللي بدك توصلي أنت يعني بتحليلي؟ هن بدهم إنه نضل بالشارع، مفكرين إنه وجودنا بالشارع تنسقط حسان دياب لأنه عم نعملهم هلأ يلي بدهم إياه، بس هو لأنه وقف بوجههم وبده حكومة مستقلين واختصاصيين، هن واقفين بوجهه تركيننا اليوم هيك بتسقط، بيسقط حسان دياب بالشارع فكرهم هيك يعني، بس ما نحن كمان اسكيا بيلعبوا بعقولنا مثل كأنه شباب. ليش كمان عم شاركين اليوم؟ وعنصر شباب هو أساسي إن كان بالثورة الطلابية أو بباقي الحركة الاحتجاجية. أنا بتقول لك إنه شفنا بس رجعوا فتحوا الجامعات وفتحوا المدارس كيف رجعت خف النبض، مع إنه هي مش قصة إنه الأعداد اللي بالشارع، مفروض أنت تكوني بالبيت وأنت تكوني عم تحسي هذا نبض من جوا، بس أنا في شغلة بدي أقولها إنه أنا ما عم بفهم هيدي الشغلة اللي بس حدا يفوت على السلطة دغري ما عم بخلونا. طب أنا بدي شغلتين، بس بدي أحكي شغلتين، أنا لو كنت محل الرئيس المكلف حسان دياب بدي أعمل حكومة مستقلين، بجيب ورقة بكتب عليها اسم 18 وزير مستقل طلع عند رئيس الجمهورية، وساعتها خلي رئيس الجمهورية يقف قدام شعبه بده يمضيها ولا ما بده يمضيها. وأنا تاني شغلة، ما اشتقنا شوي يا عمي لرئيس، يا عمي بده صلاحيات وما بده صلاحيات، يا عمي الحاكم ما بده صلاحيات، تروق على الطاولة احكي كلمة هز نبض، خلينا شوي نحس إنه نحن مسموعين. رودين رح نرجع لك وإلى صرخة الناس بالضوء، بدي انتقل إلى طرابلس والزميل يزبك وهبي. يزبك متوقعين هلا شو يزبك عم تسمعنا؟ نعم تفضل انت على الهواء. نعم انا معكم. يعني ليال نحن هنا ما زلنا في ساحة البحصاص، هناك مجموعة يفترض تكون قد انطلقت من ساحة النور على أن تأتي إلى هنا لتشارك في الفعاليات والنشاطات التي يقوم بها المحتجون اليوم، والتي يؤكدون من خلالها أن نبض الثورة مستمر وأن الانتفاضة الشعبية لم تتوقف، بل هي كيعني في انطلاقة جديدة انعكاسا للأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا التي تحصل منذ أسابيع، ولا سيما لجهة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة
لجهة التقنين الزائد في الكهرباء، لجهة صعوبة الحصول على المازوت أحيانا في فصل الشتاء، ولا سيما الكلفة العالية والكبيرة. وطبعا هناك مشكلة أساسية معروفة في طرابلس وهي في ازدياد تام، وهي نسبة البطالة المرتفعة جدا. يعني لاحظنا أن الكثير من الموجودين في الشارع هم بلا عمل، بعضهم منذ سنة، بعضهم منذ أشهر، بعضهم لا يعمل أساسا. لذا يعني لاحظنا هذا الأمر اليوم، وهذا الأمر يعني ما دفع أبناء طرابلس اليوم إلى أن ينزلوا إلى الشوارع، إلى أن يقطعوا الطرقات في أكثر من نقطة. هناك بعض الطرق ما زالت مقطوعة حتى الآن، ولا سيما أوتوستراد البحصاص، ولا سيما أيضا هنا على المدخل المؤدي إلى هنا إلى ساحة البحصاص، ولا سيما أيضا أوتوستراد ناحية المسبح البالما. المرور هناك صعب وصعب جدا. هناك أيضا يعني حالات إنسانية صادفناها هنا في المنطقة، يعني بعض هذه الحالات يعني يصعب عليها دخول المستشفى في ظل هذه الأزمات. كنت عم بتقلي عندك حالة مرضية؟ اصر لي إياها إذا بتقلي. عندي عملية قلب مفتوح بتكلف من بعد الوزارة 4 مليون ليرة، وما في غير الله، وما بيدخلوني على المستشفى إلا ما أعمل أمن المصاري على الصندوق بمستشفى القلب لبنان، وعم أمن مصاري حتى أدخل على المستشفى أعمل العملية. معنا إثبات عن العملية نحن، وهو بحاجة كتير إلى ضروري ولازم يعملها، وإذا ما عملها بتصير حالته كتير خطرة ولازم يعملها بأسرع وقت، وما في حدا عم بيساعدنا، ولا دولة فيه، ولا في أي حدا عم بيساعدنا، ولا في حدا هون، كلياتنا مقهورين، وأبي إذا مات بين إيدينا نحن ما فينا نعمل شيء. مين بده يعوضه؟ الدولة ولا مين بده يعوض لنا إياه؟ لا دولة فيه، ولا رئاسة فيه، ولا حكومة فيه، كلياتنا بالأرض. ليه؟ ليه الشعب اللبناني ما نقولنا؟ 4 مليون بتكلف عمليته، بتكلف بعد الوزارة، ما حدا بيساعدنا بشيء، وما حدا بيقلنا. وشو بيقولوا في وزارة؟ أي وزارة عم يحكوا عنا إذا بعد الوزارة 4 مليون عملية بتكلف؟ الشعب الفقير شو بده يعمل؟ يعني منين بده يجيب إن هو هلا لحتى يكفي كفي كفي حكا؟ منين بده يجيبه لحتى يعمل هالعملية؟ من وين؟ العالم عم تموت قدام باب المستشفيات. هيوصلك بس فيني أحكي. طيب الوضع نحن مش حالة إنه هيدي الحالة اللي بدنا نحكي فيها، هيدي حالة من حالات. نحن اللي بدنا نحكي فيه اقتصاد لبنان ككل، الدولة اللبنانية والمستهترين فينا بالإجماع، الحاكم الفعلي للبلد اللي هو عم يسير البلد مثل ما بده، الأخطبوط الكبير اللي هو سلاح. أنا ما بضيع بوصلتي نهائيا. اليوم عنا رئيس جمهورية تعين بالقوة، عنا حكومة حاليا عم تنفرض علينا بالقوة، عنا مجلس نواب حطولنا قانون انتخابي كمان بالقوة. هيدي القوة المفرطة والسلاح اللي متفشي بالشارع والاخطبوط الكبير اللي متخبى بعبئة انه هو مقاومة، لا هيدا الاخطبوط بده يسمح لنا. اقتصاد في اقتصاد منهار، يعني شو دخل هيدا السبب الاساسي للاقتصاد اللي انهار، لانه عندك 36 معبر، عندك مرفأ، عندك مطار، هودي عم يستغل هيدا الأخطبوط. لا بدهم يسمحوا لنا فيها. 128 حرامي، لما بيجي الحرامي منهم بده يعمل شحاط على باب بيتي ويدفع 3 مليار حملته الانتخابية، معاشه 4 سنين 450 مليون مش جاي يشرع لي، هيدا جاي يسرقني علنا، هيدا كمان يعني شيء من الفساد. الأكثر من هيك اليوم حاكم مصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان اللي عم يعطي من المصرف تبعه للصرافين الدولار ب 1750 وب 1800، وعم يجي الصراف يبيعني ب 2500، هيدا كمان من السياسة المالية الكذابة والهدامة بالبلد. فهيدي المواضيع كلها سوا عملت ثورة، ونحن ثورتنا مش انه بس والله سقطنا رئيس حكومة او حكومة نزلناها على الارض، ثورتنا قلنا كلهم يعني كلهم، ورأس الفساد من ختيار جابوا لنا اياه على قصر بعبدة، معلش للتسمية هيك بدي اقول، منو عم كلها رح تصير ختياريه، كلها رح تصير ختياريه، هيدا مش تهمه، مش تهمه، اكيد حنصير ختياريه، بس كمان لما بيجي بقوه سلاح منقول لازم يقول 10452 كيلومتر، هيدي حدود الشعب اللبناني. سمعنا رايك، شكرا. نحن قالوا عن الثوره انه انتهيت، الثوره ما انتهيت، بس اعطيناهم فرصه لحتى يعملوا شيء لهالشعب اللي هن التزموا فيه، طلعوا كذابين محتالين قاعدين عم يضحكوا على العالم لحتى يعملوا وقت مشان شكله يشوفوا وخلونا انه نحن زهقنا. نحن ما بنزهق، ان 30 سنه يعني مكرهين حياتنا وبدنا نقعد 30 سنه ودلوا 30 سنه لحتى نقومهم ونشيل عن كرسيهم، لانه هدول جماعه كذابين، وان شاء الله رب العالمين الله بياخذهم كلهم جميعا. بس بدي اقول انه بعد اكثر من 80 يوم نزلنا على الشارع،
صاروا 90 يوم اللي هن يعني 80 يوم معنا رح نرجع الى صرخه المواطنين بطرابلس، ولكن بدي انتقل هلا الى يعني جبيل والزميل مالك الشريف، حيث يبدو انه المواطنين نزلوا من سياراتهم بسبب زحمه السير. مالك؟ فعليا نيكول، مش بس نزلوا يعني في ناس، وتحديدا العائلات يعني الامات اللي كانوا عم يجيبوا اولادهم من المدارس او اللي معهم اولاد صفوا على اليمين وعم بيتحركوا سيرا على الاقدام، فلهيك يعني بلش شوي سيارة، علما انه على الاطراف على اليمين والشمال السيارات محتشدة وبكثرة، لانه في ناس قررت توقف سياراتها بارضها وتروح مشي. بعده السير مسكر على الطريق البحرية، ما في امكانية حتى لو عم نقرب، يعني احنا عم نقرب بس فعليا قدامنا مسكر الطريق، ما في امكانية لانه نكمل طريقنا. على الاوتوستراد كمان باتجاه بيروت، من الشمال باتجاه بيروت مسكر الاوتوستراد تماما، من الشمال من بيروت باتجاه الشمال عند جبال في مسلك عم تمرق منه سيارات ما سمح بمرورها، يعني بتسهيل حركة المرور نوعا ما، هيدي السيارات عم تمرق المسلك المفروض يكون من بيروت، عم تمرق بيروت باتجاه الشمال زحمة السير. هون بأرض عم يتحرك تقريبا صار له السير هيك ساعتين وشوي، ما في حركة من عم شيت إلى السيارات، وهودي تحركوا يمين سياراتها بدي ارجع الى طرابلس والزميل يزبك. وهبي يزبك، كنت عم تحكي مع المواطنين بطرابلس، اذا بدك تكمل هيدي الرساله. نعم، يعني سنمضي في حديثنا مع المواطنين، ومعنا احد المخاتير هنا. مخاتير عكار؟ نعم. حضرتك مختار من عكار بس عم تنزل لهون الشيء؟ نعم نعم، انا اختار من عكار، عضو بصرخه المظلومين، مشارك بالحراك من اول يوم. نحن ما نحن قطعنا الطريق، اول شيء اللي قطع الطريق هو الجوع، عدم الدخول على المستشفيات، العم يموتوا على المستشفيات، مطالب الناس، الحكومه من لون واحد. نحن استلمناها البلد 30 سنه، استلمناها تقريبا حد 3 اشهر، الغينا الطائفيه السياسيه، كسرنا لهم الصناميه. نحن حاليا لا نعترف بهذه الحكومه، نحن ما بقى بدنا حكومات، نحن بدنا انتخابات مبكره اكثر شيء على 3 اشهر، لنأرجيهم هن اللي هلا مفكرين حالهم انه منهم قايرين الثوره. الثوره لما عم يجي حدا يقابلهم على التلفزيونات عم بيقولوا نحن عم نشكل، لا، الثوره اللي ما عم تقبل لهم، والثوره قويه وباقيه. ولما قالوا الثوره نامت، نحن الثوره ما نيمنا، نحن عنا كثير زملاء مثل ما قلنا الغينا الطائفية هني مسيحية، نحن كنا معطلين معهم عيدية لألون ورجعنا هلأ من جديد. نحن ثورة يومية، ثورة 48 على 48، 24 على 24، باقيين على الأرض. نحن الثورة الطائفية ما بدنا إياها أبدا، الطائفية السياسية اللي هني فيها نحن الغيناها، ما بدنا إياها أبدا، وإن شاء الله الثورة رجعت من جديد، ونحن كل يوم على أكثر لحتى نشيل هال 128 كذاب. عفوا انا ما بحكي كلام من مزبوط، بس لانهم كذابين سرقوا الشعوب. نحن بدنا الاموال منهوبه، نحن مثل انت منتخب كمختار، هني منتخبين يعني. نعم. كمان انا منتخب، انا من اول يوم دائما المختار هو سلة وصل بين الدوله والشعب. لما لقيت الدوله ما بتوصل حقوق الشعب، انا نقلت بارودي من كتف لكتف وحطيتها دغري مع الشعب. انا اذا الشعب بيرفضني دغري بستقيل، هلا دغري بروح بقدم عند المحافظ. بتقول ما انه انا مقبول مع الشعب، انتبه لهم بالمطاعم ما مقبولين، بعد هلا ببيوتهم ما مقبولين، يستحوا، هي شغله خجل. الصناديق حتشيلهم كلهم ان شاء الله، ونحن الثوره باقي 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 بكل جميع طوائفها ان شاء الله. شو بتحب تقول؟ يعني كما تلاحظون يعني عاد إحراق الإطارات إلى المنطقة، يعني في نقاط هناك إحراق إطارات فيها ونقاط أخرى يجري فيها حرق الإطارات الآن لمنع السيارات من الاقتراب، علما أن العديد من السيارات والشاحنات قد عادت أدراجها بعدما يعني لاحظت أن الطريق هي مقطوعة. هنا فقط الدراجات النارية هي التي تعبر على هذه المستديرة، مستديرة البحصاص، حيث نلاحظ يعني أن نبض الشارع عاد من جديد.
وعاد الناشطون من الحراك المدني من الثورة الشعبية عادوا إلى الأرض. وهنا يعني لا شك يعني أمر لا يحتاج إلى التأكيد أن طرابلس هي الأكثر فقراً وهي الأكثر حرماناً وهي التي تشعر أكثر من غيرها إزاء هذه الأزمة، الأزمة الكبيرة المعيشية والاقتصادية السائدة في البلاد. يعني سنتحدث أيضاً إلى بعض الناس. أنا بنزل بس الحقيقة يعني ما كتير بنزل، بس هلأ أنا يلي كان معي قرشين بتأخذني بكلمتي صرفتهم، وهلأ وبعدين إنه يعني إنه منروح منصر حتى ناكل. أنا عندي مصلحة طويلة عريضة، يعني إلي مع الشركات مصاري، ما في بنوك يعطينا مصاري، عرفتك شو بنعمل؟ عندي أولاد صغار، عندي برقبتي يعني شباب مجوزين عندهم أولاد كمان هن برقبتي، وما في شغل. طلعوا روحوا اشتغلوا لك دليفري، جرلوا شو ما كان، ما في لوين بدنا نوصل؟ ما في شغل يعني كمان ما في شغل أهم شيء. وتلاقيني شغلة يعني وقت بيكون في شغل في بنوكة في الدنيا العالم كلها يعني نتفة صغيرة، بس ما بقى في شيء. يعني ما تأخذني بكلمتي، اليوم الوضع اللي نحن فيه هذا أصعب من يكون حرب، لأنه هذا وضع اقتصادي وضع كتير سيء. يعني اليوم أنت إذا بدك تروح تشتغل عرفت علي، ما فيك تشتغل زبال، ما فيك تشتغل صح ولا لا؟ وبعدين لاخرتها لها مع حل الدولة هيدي، يعني حلها بقى زبطوا لنا هالوضع هذا ويشوفوا العالم. انا عندي والدتي هلا بدها مستشفى، ما في تأمين لمستشفى، عمرها 65 سنة. معلم فكر ربا لا فكر خير فكر ربا. يعني تلاحظون دوما هناك إشكالات بين بعض المواطنين، بدهم يخربوها للثورة، إشكالات بين المواطنين هنا كالعادة. يعني أكثر من إشكال سجل منذ ساعات الصباح، وعودة إلى إحراق الإطارات كما نلاحظ في هذه الأثناء. يعني شباب يتضاربون، إشكالات دائما تحصل في طرابلس بين بعض الشبان من المشاركين في هذه الثورة، يختلفون أحيانا على بعض الكلمات وعلى قطع الطريق وعلى الوقوف في نقطة دون أخرى. هذه هي أسباب الإشكالات التي تحصل. بدنا النار. إذن عادوا إلى حرق الإطارات مجدداً هنا، وهناك إحراق إطارات أيضاً عند نقطة قريبة، علماً أن هناك محطة للمحروقات في مكان قريب هنا. طرابلس إلى الذوق، والزميلة رودين أبي خليل اللي عم بتابع يعني التحرك اللي عم بيصير هنيك وقطع الطريق. رودين؟ نعم نيكول، ممكن نقول أنه ما في شيء تغير بالذوق إن كان لناحية قطع الطريق على الأوتوستراد بالاتجاهين أو لأعداد الناس اللي كانت يعني موجودة من وقت وبعدها أيضا مصرة على البقاء بهذه النقطة تحديدا. رح أقرب أكثر صوب الناس لنسمع آرائهم، مزيد من الآراء مع الأشخاص اللي مصرين يبقوا ويقطعوا الطريق. شباب سمعنا أكثر من حدا قالوا أنه اليوم هو بيرجع بيذكر بالأيام الماضية وبيرجع بعيد زخم إلى الثورة. شو الهدف من إعادة إحياء هذه الصورة؟ نحن اليوم بدنا نقول لهم أنه عطيناهم فرصة أو الناس عطيتهم فرصة وخلص، أنه ما بقى في فرص، يعني ما بقى عندنا ثقة فيهم، ويعني ما بقى في شيء قدامنا أنه ننزل ونتواجد على الشارع، وبندعي الناس أنه تنزل بزخمة وبمناطقها والطالب بإسقاط هيدي السلطة الفاسدة، لأنه هاي السلطة عم ترجع تكرر نفسها وعم بتضلها وعم بيجوا هن ذاتهم ونفس الأطراف ونفس الشيء عم بيكرروا نفسهم. ندعيهم أنه ننزل رفضاً لهالأوليغارشية الحاكمة ولهيدي السلطة الفاسدة يلي متحكمة فينا.
وبهيدي الفترة اللي قطعت، هل بتعتقد انه يعني تحسن امر معين بالنسبة للسلطة بالنسبة للافرقاء اللي عم بشكل حكومة؟ برأيك اخذوا بعين الاعتبار بشي مطلب من مطالب الناس؟ لا، لانه واضح انه عم بيرجعوا يفوتوا مخصصة، انه عم بيرجع كل طرف عم بيفوتوا عم بيطالب بحصته بقلب الحكومة، وهذا الشيء نحن رافضينه، يعني رافضين كل الاطراف يلي اوريدي جربناها وقطع الدهر عليها وخلص، ما بقى بدنا اياهم، رافضينهم كلهم يعني. شكرا لك. قد ايه قدر الناس اليوم تستمر بهذه الاحتجاجات؟ يعني قطع وقت كتير طويل بفتره من الفترات، قويت اكثر موجات التحركات بالشارع، خفت ورجت هلا من جديد، هل هذا الشيء رح يضل برايك مستمر؟ انا بدي اقول لك شغله، مش قصه خفت ورجت من جديد، العالم كلها بدها تنزل بقوه، بس طريقه القمع اللي كان بيقمعوا العالم صارت بيني وبينك خايفينه، ما رح اخبي عليك، بس اللي صار اليوم رح أقول لك شو اللي صار، هيدي لعبة من السلطة اللي صارت، لأنه سمحوا للعالم تنزع الطرقات، ما خلوا جيشك معهم ليسقطوا حسان دياب. أنا ما عم دافع عن حسابي، نحن ضده أكيد، ضد كل هالمنظومة، بس هاللي صار عملوه ليسقطوا حسان دياب لأنه هن مش راضين عليه، تركينا هون وبس. انتوا راضين عليه؟ كان في قسم من الناس، كان في قسم من الناس يعني قال ما بده حسان دياب، نحن ما بدنا حسان دياب، بس هاللعب اللي صار اكيد ما بدنا ضد حسان دياب، بس هاللعب اللي صارت فكروا العالم تنزل اطارات لسقطوا حسان دياب يعتذر، نحن اعتذر ولا ما اعتذر يا اخي ما بيعني لنا حسان دياب ومش هو بيمثلنا، بس ترك العالم اطارات هلا بس كرمال هاللعب عم بيلعبوا بالعالم عم بيلعبوا بالكل. انا عم بقول لك لا لا لا، انا بس لا 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 يعني كمان ناس مستمرين بالبقاء على الأوتوستراد والأمور جدا سلمية حتى اللحظة وهادئة، يعني ما في إشكالات رجعت صارت بين الناس والموجودين والمعترضين بالأوتوستراد اليوم. إذا نيكول مثل ما عم تشوف بالصورة مع الزميل بول بعون، ولا إطارات مشتعلة أبدا بزوق ولا بجوني، وهيدا الأمر التزموا فيه الناس المعتصمين من الصباح لحد اللحظة. شو في عندي شيء أعمله صراحة؟ ما عادش في عنا شيء، كنت أول شيء عم بشتغل فللونا من الشغل. قدمنا على الجمارك من خمس سنين هلا ما في شيء نهائيا بالمره، جاي من زحله لهون ما عادش في عندنا شيء نعمله. اخر شيء قدمنا على البنك، توظفنا بالبنك، هلا فللونا من البنك، ما بقى في عندنا شيء، فجايين هلا مع الشباب نتضامن كلنا سوا. وهي وبحال استمرت الثوره والاحتجاجات بهيدي الطريقه، قد ايه معقول ترجع تتحسن الاوضاع المعيشيه من وراء هذا الامر؟ مستحيل، بدها مينيمم 5 سنين لترجع تتحسن كل شيء، اذا بدها تتحسن، لانه على هل رئيس الحكومه مستحيل يزبط شيء نهائيا. ليش معترضين عليه؟ يعني علما انه هو قال مثل الناس انه هو بده حكومه